فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من مقيم في هذه البلاد يقول: استقدمت زوجتي وقد كلفني استخدام هذا سائل مقيم في هذه البلاد يقول: استقدمت زوجتي إلى هذه البلاد وقد كلفني استخدامها مبلغا كبيرا من التذاكر وغير ذلك، وهي الآن تطلب الخلع، فهل لي حق أن أطالب بهذه الأشياء من تذاكر وغيرها إضافة إلى المهر؟ ما لها دخل هذه الأشياء، ما لها دخل في أمور النكاح، هذه ما لها دخل، نعم، لا تدخل في عوض الخلع ولا، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.